اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية كتندرج في اتجاه ديال التنديد بما جرى في المدرسة الوطنية التكنولوجية في يوم السبت الفائت، اللي كلشي تعرف بأنه عميد كلية العلوم بمسيك رفض باش يسلم الهدية ديال التفوق لواحد الطالبة متميزة لا لشيء إلا هذه المسألة ديال حملها الكوفية. والكوفية مسألة اللي هي عادية، هي رمز ديال القضية الفلسطينية، رمز ديال النضال الفلسطيني. حنا بالنسبة لنا هذا العمل هذا تيتنافى مع المبادئ ديال العرف ديال الجامعة ومع القوانين الأكاديمية ديال الجامعة، كيتنافى مع أخلاقية المهنة. بالتالي الموقف هذا حنا كنديروه وجينا اليوم باش ندو به كمكتب جهوي على أساس أنه باش ميبقاش يتعاود هادشي. كذلك جينا باش نقولوا وكفى من هادشي ديال التطبيع، لانه في حقه عار وصمت عار على الشعب المغربي وصمت عار على المسؤولين ديال الشعب المغربي. حنا كتشوف كلشي الشارع كيخرجوا الناس ضد الطبيعه ومناهضه الطبيعه، ولكن كنشوفوا بانه مازال هذا المستوى ديال التطبيع مابغاش يوقف. بالتالي جينا كذلك باش نطالبوا باسقاط هذا الطبيع ووقف هادشي ديال الطبيع. في حقه ما غسلناش العمل، اللي كاين هو انه درنا بيان، كان واحد البيان اللي كندو فيه بهادشي على اساس انه الموقف ديال النقابه الوطنيه للتنميه العالي فهد الطويل يكون موقف اللي هو ثابت، واللي في حقيقه كيرد الاعتبار لهذه المؤسسه. هذه المؤسسه اللي هي مؤسسه مناضله، مؤسسه اللي كانت فيها انشطه على القضيه الفلسطينيه منذ النشاه ديالها في 84، وقدام هذا الشيء المجازر وهذا ما يمكنش. مثلا هذه المجازر كلها كطرى يوميا، وحنا غاديين في التطويع وغاديين في هذا الشيء ديال مع الكيان الصهيوني، وغاديين بالاعتراف بهذا الكيان هذا اللي هو كيان غاشم وكيان مستعمر وكيان اللي هو قاتل للاطفال والابرياء. حنا كنتسناو يخرج الى عندي شي حاجه ما يقول انا يقول، ولكن كلشي الناس ما كاينش شي مبرر. كون كان شي مبرر كنت قال، نورمالمون كون كان مبرر كون كاين حتى شي مبرر ديال هذا السلوك. هذا السلوك مرفوض وسلوك مدان، ما عندوش شي مبرر كاع. انت وحقا تفاجئنا، لانه هذا العميد على كاع هذا الشيء اللي كاين ما عمرناش وصل لهذا المستوى. هذا ما عشنا وصل لهذا المستوى، ما فاجئنا بهذا السلوك ديالو، نفسنا بالسلوك بعدا ديالو. هذا الاضافه لهذا الصمت اللي ما عبرش فيه على الموقف ديالو ولا على النقد الذاتي ديالو ولا على التراجع ديالو ولا الاعتذار للشعب المغربي والاعتذار للفلسطينيين والاعتذار لديك الطالبه. الطالبه تنحيوها لان على الاقل فخر لنا ومفخر للطلبه المغرب والشعب المغربي من لقاو طالبه بهذا الشكل اللي كترفض مثلا انه سلوك اللي هما ضد القضيه الفلسطينيه كترفضوا، واخا انها هي غتحمل غتاخذ الجائزه ديالو ولا غتحمل مسؤوليه الجائزه ديالو في هذيك اللحظه ويكون عندها الريفلكس وترفض. تبارك الله عليه، هذا فخر لنا. كتشوف بانه العالم كله كيخرج، طلبة ديال العالم شيكاغو في كاع الدول ديال العالم والجامعات خارجين التضامن ديال الشعب الفلسطيني. واش حنايا مثلا حنا في المغرب وداك الشيء ما عندناش زعما الحق نخرجوا حنا نعبدوا على موقفنا كطلبة ولا كأساتذة وكذا؟ ما وبالتالي طبيعي انه الفلسطينيين اللي هما مساكن يوميا كيتعرضوا للقتل وكذا كيلقاو معبر عليهم بالكوفية وكيتعرض لهذا الشيء ما يمكن الا يتضامنوا معاه. طبيعة الحال جينا اليوم لهذ الوقفة اللي تنظمت في كلية العلوم بالمسيك تنديدا لما تعرضت له الطالبه خديجه احتور من محاوله ديال عميد كليه العلوم بالمسيك انه ينزع عليها الكوفيه الفلسطينيه التي تعتبر رمز ديال العزه ورمز ديال الكرامه ورمز ديال المقاومه ورمز ديال الحق. للاسف الذين يقفون مع التطبيع هم رمز الشر ورمز الظلم ورمز الطغيان ورمز الناس الذين أيديهم وألسنتهم وأقلامهم تسبح في دماء الفلسطينيين الأبرياء. وبالمناسبة أحيي الطالبة خديجة أحتور على موقفها الإنساني النبيل الذي قامت به، وأقول بأن لو كان هذا العميد عنده قليل من العقل وقليل من الفهم ما كان ليقف هذا الموقف. الآن خديجة أحتور حصلت على تنويه من جميع المغاربة، حصلت على عدة وقفات في مختلف من المدن تضامن معها. حاليا أصبحت شعارات جديدة تنضاف إلى الشعارات التي كنا نرفعها في الوقفات، وهي الشعارات التي كتعطي القيمة للكوفية وكتعطي القيمة للرمز الكوفية. أكثر من ذلك خديجة أحتور تضامن معها تلاميذ وتلميذات
بغزة في بيوتهم المدمرة وفي مدارسهم المدمرة يكتب اسم خديجة أحتور التي بموقفها الشجاع هذا أصبحت رمز من رموز التي تدعو إلى طرد التطبيع المطبعين مع الكيان الصهيوني، وهي فرصة لندعو المغاربة أو ندعو النظام المغربي على الأخص، لأن المغاربة كلهم ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، فرصة لندعو النظام المغربي والقائمين على الأمر بالمغرب، أقول لهم واش ما كفاتكمش هذه الدماء؟ واش ماشي حشومة عليكم؟ واش ما عندكمش إنسانية؟ واش كتشوفوا الأشلاء؟ واش كتشوفوا الدماء؟ واش 38 المسؤولين المغاربة والنظام المغربي؟ والله حتى هادشي غيتكتب عليك في التاريخ، هادشي والله حتى غيتقرا الأجيال، وعما قريب عما قريب بضع سنوات بضع سنوات للأسف سوف تمشون إلى مزبلة التاريخ، سوف يذكركم التاريخ كما ذكر المستبدين والظالمين والطغاة، سيذكركم التاريخ شر ذكر، لأنكم في الوقت للشرفاء ديال العالم يقفون مع القضية الفلسطينية ويقفون مع فلسطين، أنتم تقومون بالتطبيع. تقبلنا الفيديو باستهجان شديد، أنا شخصيا والله لا أتكلم معكم بكل صدق إنسان، والله تبقى فيا العميد، والله تقطع لي في قلبي، واحد الإنسان اللي دوز ربما كذا 30 سنة أو 40 سنة قالوا لي يبقى لي أقل من أيام بضعة أيام خرج التقاعد، أن ينهي المشوار التعليمي ديالو بهذه الحالة اللي وقع عليها، زعما كاين أمر مخزي مخزي ومدل جدا، وفيه إيجابيات كبيرة كبيرة جدا لا تحصى ولا تعد، إيجابيات الكبيرة شوفوا دابا كاع دخلوا للصفحات في انستغرام ودخلوا في اليوتيوب ودخلوا في فيسبوك ودخلوا في تيليجرام ودخلوا في كل شيء، شوفوا المغاربة كلهم كيبارطاجيو نفس الفيديو بالملايين ومئات الملايين، ولا تجدوا إلا صوتا أو صوتين هما اللي نشاز في كل فيديو كتلقى فيه وكتلقى فيه مئات الآلاف كلهم مع القضية، قضية خديجة أحتور، قضية الكوفية الفلسطينية، ليست كوفية في حد ذاتها قماش ولكن لما تحمله من مغزى ومن معنى ومن قيم يعجز عنها الجبناء والمطبعون.